التحق بنا اللحظة مسيو هاشتاغ. ما لقيتيش ليا شي سمية في هاد لابيرسون ديال رمضان هاد الجديد ياك؟ مازال انا نركز معاك في الايام المقبلة نديرو شي لقب اخر. نديرو شي لقب واحد اخر. فتح الله بوزيدي غادي ياخذنا جولة في المنصات الاجتماعية انطلاقا من الموضوع اللي اختار يتكلم فيه اليوم. طبعا ايمان مرحبا بك ومرحبا بلا سعاد معنا. بغيت قبل ما ندخل في السوجي واحد المنشور كنت نشرتيه لسعاد على كسكسو بلا خضرة. تفاعلا مع الهيب ديال الاسعار وعجبني يعني الكونسيبت. كان تفاعل كبير. كان تفاعل كبير يعني وحنا مازال في الهاشتاغ وفي في لي سوشيال ميديا. تكلمنا في الشق الاول من هذه الحلقه على العنف الرقمي. الان غنتكلموا على العنف الرياضي اللي بقى نقطه سوداء للاسف في التدبير بالرغم من نجاحات ديال المنتخب الوطني وهذه الانتصارات الكرويه اللي شفناها مؤخرا. يعني باقي هذه المناوشات وهذه الصراعات كتقام على هامش المباريات كيف ما شفنا يوم امس وقبل من يوم امس يعني وفاه ومقتل شخصين بفعل يعني الصدامات بين مشجعي الفرق في مدينه الدار البيضاء الاول بحي سيدي عثمان والثاني بسيدي مومن. الاكيد انه بزاف ديال الصفحات اعزوا هذا الامر المشجعين اللي قاموا بأعمال عنف واشتباكات وخصوصا كانوا دعوات الإلغاء ولا الحظر المفرقعات النارية والشهب الصناعية اللي يعني وسيلة للتعنيف خصوصا المفرقع الناري اللي كيتسمى بالفيزي اللي هو بحال فردي بيستولي كيتميز بالقوة والسرعة ديالو وإتر يعني باستخدام هذا النوع من المفرقعات النارية توفوا هاد الشخصين هادو. المباريات اللي توفوا فيهم يعني سيتي دون كيل إطار دوري رمضاني. هادشي غير في دوري رمضاني. في دوري رمضاني بطبيعة الحال. وكانت ردود فعل كانت ردود فعل خصوصا مشجعي فريق الرجاء البيضاوي ممثلين فصيل ايجلز. نشوفوا في هذا البوست فيسبوك الفصيل ديال تابع الرجاء البيضاوي اعلن على توقيف جميع الانشطه ديالو طيله شهر رمضان وندد بهذه الافعال الاجراميه والعنف وكذلك خصوصا بالترويج ديال الاقراص المهلوسه والمخدرات واخا حنا في رمضان شهر رمضان. في المقابل كذلك الوينرز اللي هو فصيل المشجعين ديال فريق الوداد البيضاوي تبرأ من كل عضو يقوم بمناوشات وصراعات ودعا لتحلي بانضباط والمسؤولية وتقليل من التجمعات اللي ممكن تؤدي لصدمات. لا من بعد هذه الفكرة الجميلة ديالك والاختيار الموضوع مستحيل نشوفوها في شي ملعب من ملاعب كره القدم. لا هذا غير الوجه السلبي والحمد لله انه ماشي يعني بالعكس يعني نقدر نقول لك بانني انا من رواد الملاعب الرياضيه شفنا الماتش الاخير ديال المغرب وحتى ديال البطوله ويعني حتى ديال الفرق ديالنا وشفنا الجماهير بطبيعه الحال كانت جزء من ذاك الانتصارات اللي كانت في المونديال الجماهير اللي تنقلت لقطر وكيفاش شجعات ودوك اللوحات الرائعه اللي شفناها في المدرجات في, 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 في العاصمه القطريه الدوحه. نشوفوا الان سيروا غيسروا بصحتكم. نشوفوا الان تدوينات ديال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحوادث خصوصا مع دعوات يعني حظر المفرقعات الناريه. التدوينه الاولى كيقول الالتراس مبدا وعقليه ماشي صراع في الازقه والاحياء ضيعتوها الدراري وضيعتوا والديهم ملي تمشي عند سيد ربي قول باللي قتلتو بفيزي حيت هو ايجلز وانا جرين بويز ولا وينرز او العكس. نشوفوا تدوينة ثانية كيقول صاحبها صراعات المجموعات الرياضية وسط أحياء الدار البيضاء حتى في شهر رمضان المبارك لا تتوقف وما تزال تحصد ضحايا في عز شبابها. تدوينة أخيرة كيقول صاحبها صحيح أن هناك فصائل استطاعت أن تخلق الحدث في مناسبات عدة بفعل حسن تنظيمها وتأطيرها للجماهير وأشكالها الاحتفالية التي أبهرت العالم لكن هناك أمور كثيرة في هذا المكون الجماهيري تحتاج إلى غربلة كثير من أفكارهم بادئه لعل أولها قبول الآخر والتعامل معه بشكل إنساني عوض اعتباره عدو وهذا الشيء اللي خاصنا. هذه البلاغات اللي شفنا ديال الوينرز وديال الايجلز يعني بلاغات كتبشر بان فعلا يعني السائد هو هذا القيم طبعا هذه وهي عندها مسؤوليات يعني هذا الالتراس في التاثير والايجابي وفي التوجيه كذلك ديال الجمهور. طبعا ايمان وكنتمناو ان هذه الظاهره ديال الشغب الرياضي انها تزيد تقل وما تزيدش تحصد بزاف ديال الارواح لان اللي كيتشوه هو الصوره ديال الرياضه الوطنيه. طبعا وكنضيعوا في ارواح ديال الشباب
وسمعة وصورة الرياضة الوطنية. واليوم المنتخب الوطني المغربي مشاهدينا اليوم فتح الله ولا سعد عندنا أيضا مباراة منتخب غادي يجري مقابلة ودية ضد نظيره بيرو. نتمنى انه يكون انتصار اخر في وسط الانتصارات ديالو. حنا فخورين بالمنتخب والعناصر الوطنيه وبالمايسترو وليد ركراكي.